لماذا قالت الآية الكريمة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ أي ما هو الفرق بين السنة والعام؟ فضيلة الأستاذ فراس المنير، كنا قد توقفنا في حكاية الرسول نوح عند عمره الطويل، حيث أكدت حضرتك أن نوحا كان من الخالدين، لكن ما رأيك في مفسرين ادعوا بأن عمر نوح ما هو إلا عمر مجازي، بمعنى أن المقصود بالسنين في الآية هو أقل بكثير من المفهوم المعروف للسنين؟ هذا مؤسف جدا أستاذ كريم، فعمر نوح هو عمر حقيقي 100%، ولكن تسرعهم في الحكم أدى إلى تورطهم في هذا الخطأ الفادح، والذي يمثل وقاحة في حق كتاب الله، وهو نتيجة طبيعية للشيء الذي طالما حذرت منه، وهو جريمة الرد على تطرف التراثيين بجريمة عكسها، وهي التطرف نحو تفسير القرآن بالعلوم الظنية الحالية التي وصل إليها الإنسان، بدلا من أن نترك القرآن يفسر نفسه بنفسه، لأن القرآن يتكلم عن أقصى سقف يمكن للإنسان أن يصله من العلوم وإلى يوم القيامة. أما العلم اليوم حول العالم فهو قاصر جدا، ومهما كان فيه نقاط مضيئة وجميلة إلا أنه لم يكتمل، وفي كل فترة من الزمن يكتشفون كم كانوا مخطئين، فيعودوا إلى نسف نظريات علمية من الصفر ويروجوا لأخرى غيرها. ما أقصده هو أن عالم الدين إن لم يفهم آية قرآنية ما، فلا يجوز له أن يخفض من مستوى سقف القرآن ليلائم السقف المحدود والقاصر للاكتشافات العلمية السائدة في عصر هذا العالم، وإنما على العكس علينا أن نوحي للمكتشفين الملاحدة اليوم باكتشافات كثيرة، وننبئهم بأن هناك اكتشافات علمية كثيرة سيكشف عنها المستقبل، وذلك كي نسبقهم على الأقل في الإشارة إليها، إن لم نسبقهم بإثباتها واستثمارها بشكل كامل، وهذا كله بدلا من أن ننتظرهم حتى يكتشفوا أمرا ما ثم نقول هذا كان في قرآننا من قبل، فيسخروا هم منا قائلين ولما لم تكتشفوا هذا من قبل أن نكتشفه نحن إذن. لذلك كان على المفسرين لو لم يفهموا آية ما أن يصمتوا تماما عن الكلام في تفسيرها، فأنا الفقير لله على سبيل المثال أقرأ هذه الآية عن نوح مذ كنت طفلا، ولم أفسرها إلا اليوم حصريا بعد أن قادني ربط الآيات ببعضها إلى أن عمر نوح هو حقيقة قطعية يقينية، ولو لم أكن متأكدا من ذلك 100% لما فسرتها طوال حياتي. واليوم نحن نعيش حالة فريدة في تاريخ الإسلام، وهي توفر المنهج الصحيح الدقيق في التدبر، إضافة إلى كمبيوترات حديثة جدا تسرع عملية البحث، فأصبح بإمكاننا إخبار البشرية بما سيكتشف من علوم من اليوم إلى يوم القيامة. معنى كلامك يقتضي أنك عرفت الفرق بين السنة والعام، وكالعادة لأول مرة في تاريخ الإسلام. الحمد لله، فالآيات واضحة جدا في هذا الصدد، فالسنة هي الأصل والعام هو الاستثناء. السنة هي مقدار محدد من الأيام والشهور تماما كما هو متعارف عليه اليوم، بينما العام فهو السنة التي يحدث فيها حدث ما أو مناسبة ما، فعند الكلام عن المناسبة التي حدثت في تلك السنة تسمى تلك السنة عام المناسبة الفلانية، لأن التركيز في كلامنا يكون على المناسبة وليس على عدد أيام السنة، كما أن هذه المناسبة بطبيعة الحال لا يشترط أن تمتد على طول السنة كلها، وإنما قد تمتد على بضعة أيام منها أو بضعة أشهر. وكان من الخطأ أن نقول سنة المناسبة الفلانية، لأن هذه المناسبة قد تكون أمرا مهما لشعب ما، بينما شعوب أخرى لا تهتم بهذه المناسبة، بل ربما حتى لم تسمع عنها. فبما أن المسألة نسبية فلا يصح أن تسمى سنة المناسبة الفلانية، وإنما عام المناسبة الفلانية. والسبب الثاني لتسمية السنة بالعام هو أن يكون الكلام عن حالة استثنائية يبطل خلالها تأثير السنة،
على مخلوق ما. حبذا لو ندعم هذا الشرح بالآيات لنتمكن من الفهم أكثر. بكل تأكيد، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هنا استخدمت كلمة السنين وليس الأعوام، لأن الحديث هو عن عملية علمية دقيقة للغاية، وهي حساب عدد السنوات الناشئة عن حركة الشمس والقمر. وبما أن أحدهما مضيء والثاني منير، فينشأ عنهما بالتالي تعاقب الليل والنهار، وهذا كله يمكننا في النهاية من حساب دقيق لعدد أيام السنة. ولهذا أيضا عرضت الآيات هنا المعلومة كمعلومة تمثل آية بمعنى معجزة يتحدى بها المؤمنون الملحدين. ولو لم تكن هذه المعجزة دقيقة على نحو يمكن لكل إنسان أن يحسبها بدقة، مؤمنا كان أو كافرا، أي يحسب أيام السنة بدقة ويخرج الجميع بنتيجة واحدة، لما كان من معنى لأن تسمى معجزة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الآية الأولى تخبرنا بأن المنطقة في الكون والتي تسمى عند ربك، والتي تشرحها عبارة يوسف اذكرني عند ربك، والتي تعني اذكرني في مجلس الملك، أي عندما يكون الملك بين حاشيته وتكون حاشيته حوله، مما يعطي أن منطقة عند ربك في الكون هي أقرب منطقة على موقع وجود ربنا عندما يكون في حالة تدبيره لشؤوننا. ولتعرف أين هو ربنا عليك أن تضرب حساباتك الحالية بألف، بمعنى أنه ومن باب التبسيط للفكرة، وعلى افتراض أن اليوم الواحد من السنة نحسبه اليوم بناء على دوران كوكب ما حول كوكب، فتكون تلك المنطقة من الكون التابعة لربنا يحتاج الكوكب المذكور إلى إعادة هذه الدورة 1000 مرة حتى يكمل دورة واحدة حول تلك المنطقة البعيدة. ومن الطبيعي بما أن الكلام هنا عن حسابات دقيقة، فاستخدمت هنا كلمة سنة وليس كلمة عام. ولكن في المقابل، بما أن مجرد الضرب بألف لا يكفي لتحديد ذلك المكان المقدس بدقة، فاستخدم للتشبيه حرف الكاف الذي أثبتنا من قبل بأنه من أشد أنواع التشبيه ضعفا، أي أن الضرب بألف ما هو إلا خطوة واحدة يجب أن تليها خطوات كثيرة لتتمكن البشرية من تحديد موقع تلك المنطقة المقدسة من الكون. وبما أن كلمة سنة هي كلمة دقيقة وتعني كل أيام السنة من غير زيادة ولا نقصان، لذلك حصريا كان التعبير عن العمر في القرآن هو بالسنة وليس العام. كذلك وبما أنها محرمة عليهم تلك الأرض مدة زمنية محددة دقيقة، فاستخدمت كلمة سنة. وبعبارة أخرى نقول، لأن الآية تتكلم عن مدة التحريم وليس عن موضوع التحريم. وكما تلاحظ، فكلمة سنة أو سنين لوحدها تدل على سنوات كاملة لا ينقص منها يوم واحد، ولكنها لا تكون بالضرورة سنوات متتالية إلا في حالة اقترانها بقرينة من مثل ارتباطها بعدد معين، أي كأن يرتبط بها العدد 40 أو 1000 أو أي عدد كان. من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلبث في السجن 7 سنين، قال تزرعون 7 سنين دأبا. فالمدة التي تنبأ القرآن أن تلك الجماعة ستغلب وتنتصر خلالها على أعدائها، وبما أنها فترة زمنية محددة وليست مفتوحة، لذلك ينفع أن يكون التعبير عنها بالسنين حصريا وليس بالأعوام. ولو لم تكن فترة محددة ومتتالية فلم يكن يصلح أن تسمى معجزة. وكلمة بضع في اللغة هي ما بين العدد 3 إلى 10، أي أن الآية تجزم بأنه لن تنتصر تلك الجماعة في 2 سنين مثلا، وفي المقابل تجزم بأنه لن يتأخر نصرها إلى أن تمر 20 سنة، أي أن كلمة بضع هنا تؤكد أن السنوات متتالية لأنها تمثل عددا محددا. كذلك بما أن يوسف أمضى في السجن 2 سنين كاملة غير منقوصة، فعبر عنها بالسنين وليس بالأعوام، وذكر معها كلمة بضع
للدلالة على أنها سنوات متتالية لا فاصلة زمنية بينها، أي لم يخرج يوسف للسياحة خلال هذه المدة ثم عاد إلى السجن، ولم يسمح له أيضا بالخروج لزيارة أهله مثلا ثم العودة. وعندما فسر يوسف رؤيا الملك أمرهم بأن يزرعوا 7 سنين لا تنقص يوما واحدا، أي لا يزرعوا من كل سنة بضعة أيام، وإنما يستمروا بالزراعة في كل أيام السنة، ولذلك قال سنين ولم يقل أعوام. وبما أنه حددها بالعدد 7 فهذا يعني أنه يأمرهم بأن تكون سنوات متتالية غير متفرقة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في الآية الأولى تمت الاستعاضة عن عدد محدد من السنوات بكلمة عدد، لتدل أيضا على سنوات متتالية من غير انقطاع، أي كما تقول في الرياضيات سين تساوي 10، فلو قلت 10 أو قلت سين فالنتيجة هي ذاتها، أي المهم هو أن يذكر عدد السنوات كرقم أو ككلمة، أي كلمة عدد. وكذلك الفكرة هي ذاتها في الآية التي تليها، حيث أن سنين عددا تعني أيضا سنوات متعاقبة متتالية لا انفصال بينها، وكذلك هي سنوات محددة العدد وليست مفتوحة المدة، أي ليست مدة مطاطية كما يقال. فالعد والعدد والإعداد في القرآن هي دائما ألفاظ تريد أن تفهمك بأن الشيء محدد بدقة وليس فيه عشوائية. إذن الحديث عن سنوات متتالية كان في بداية قصة أهل الكهف، حيث كانت التقنية المستخدمة في دفعهم إلى النوم الطويل هي الضرب على آذانهم، والتي انتهت بصحوهم من النوم. أما في نهاية قصة أهل الكهف فتم تلخيص القصة كلها بمدتين زمنيتين منفصلتين عن بعضهما، المدة الأولى 300 سنة التي ضرب فيها على آذانهم ثم صحوا بعد ذلك، والمدة الثانية 9 سنين والتي كانت بعد أن التقى أهل الكهف بالناس وفرحوا بهم ثم عادوا إلى كهفهم مرة أخرى، حيث ناموا هذه المرة 9 سنين. فالسنين 300 كانت متتالية لا انفصال بينها، وال9 سنين كانت متتالية لا انفصال بينها، لكن بين 300 وبين 9 هناك فاصل زمني وهو فترة الصحوة. وبما أن القرآن أكثر دقة من علوم الكمبيوتر فكان من المستحيل أن يعبر عن ذلك ب309 سنين، لأن القارئ سيتوهم أنها كانت فترة واحدة متصلة، لذلك كان من الضروري أن يفصل بين الفترتين بكلمة ازدادوا. كذلك لم يقل ازداد، لأن الرقم 300 ليس هو الذي ازداد كما ظن المفسرون، لأنه رقم ثابت لا يمكن ازدياده بمدة أخرى هي بطبيعتها منفصلة عنه، فبما أنه كان هناك فاصل فلا يمكن أن تزداد المدة الأولى، ولكن أهل الكهف من جهتهم هم حصل الازدياد، أي إقامتهم في الكهف هي التي ازدادت إجمالا، أي كنظرة عامة شاملة. وبما أن الحديث هنا هو عن مدتين منفصلتين قسمتا حكاية أهل الكهف إلى مرحلتين، فكان المناسب هو أن تأتي هذه الآية في ختام قصة أهل الكهف لتلائم الحديث عن المرحلتين معا. عظيم. وما معنى كلمة أمدا؟ أمدا في القرآن تدل دوما على الفترة الزمنية الطويلة، وهذا دليل إضافي على أن الهدف كان من الصحوة من النوم الأول هو حساب عدد السنين التي مثلت هذا النوم الطويل، لأن مدته هي 300 سنة فقط، بينما لم يخبرنا القرآن شيئا عما حصل معهم بعد انتهاء نومتهم الثانية الصغيرة التي مدتها 9 سنوات فقط. وما السر في ذلك؟ السر هو أن القرآن العظيم لا يروي القصة لأجل التسلية، وإنما كعادته فلكي يعطيك مفاتيح النجاح والسيطرة على الأرض. فالنوم الأول الطويل شرح لك بالتفصيل كيفيته لتفهمه بدقة أولا، ثم تطبقه اليوم على من تريد تنويمه لمئات السنين كي ينفعك هذا في أبحاث الدنيا العلمية، لأن هذا ليس معجزة في الواقع،
ولكن لأننا لم ندرسه من قبل نظنه معجزة، ولكن الواقع هو أن كل تفاصيل عملية التنويم هذه إنما نسبت إلى الملأ الأعلى، فهذا يعني حتما قدرتنا على تطبيقها اليوم، وحتى الجزئية المتعلقة بالشمس والتي نسبت إلى الله، وعلى الرغم من عجزنا عن تغيير حركة الشمس لأنه حتى جبرائيل لا يمكنه تغيير هذه الحركة، إلا أننا يمكننا أن نستعيض عن ذلك بأن نحمي من نريد تنويمه من الشمس بوسائل من مثل الغرف المبردة وشيء من هذا القبيل، بينما لم تشرح فترة النوم الثانية القصيرة لأنها لا تفيدنا، لأن ليس لها علاقة بدنيانا نحن ولا بدنيا أهل الكهف، بل لها علاقة بمصيرهم كتحضير لاستقرارهم في عالم الآخرة، وهذا لا يفيد دنيانا بشيء فلم يشرحه القرآن، بل حتى كلمة تسعا لم يفصلها ولم يؤكد على أنها تسع سنوات أم تسع أيام أم أشهر، وإن كان أغلب الظن الشديد بأنها سنوات، ولكن حتى هذه الكلمة لم يشرحها بدقة وتفصيل لأنها لا تعنينا نحن اليوم. عجيب. ولبثت فينا من عمرك سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين فلبثت سنين في أهل مدين. أما في هذه الآيات فلم نجد لا كلمة بضع ولا كلمة عدد ولا حتى رقما معينا رافق السنوات، لكننا وجدنا الفعل لبث، وهذا الفعل لم يرد في القرآن إلا مع المدة المتصلة المتتالية، لذلك هو يعوض عما ذكرناه ويعطي أيضا معنى التتالي. فموسى بقي مع فرعون يتربى في قصره سنين متتالية من غير انقطاع، وكذلك بعدما تركهم ورحل إلى مدين فكذلك بقي هناك سنين متتالية من غير انقطاع. أما متعناهم سنين فلم تحوي هذه الآية على أي كلمة تقتضي حتمية التتابع والتتالي، مما يعطي أنه من الممكن أن هذه السنين التي تمتعوا فيها قد تكون متفرقة وفصلت بينها سنوات لم يتمتعوا فيها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الآية الأولى هنا أدخلتنا في معنى جديد، فهي لأول مرة لا تهتم بعدد السنين وإنما تهتم بأثرها على الواقع، أي بما أن السنين لو طالت فهي تؤثر في كل كائن حي سلبيا، بما أنها تجعله متقدما في العمر وبالتالي تجعله أقرب إلى الضعف والمرض والموت، لذلك تمت استعارة كلمة السنين لتكون هنا رمزا للآثار السلبية، فآل فرعون كان ابتلاؤهم أن يؤخذوا بالسنين، أي تأتيهم مصائب مكثفة في زمن قصير جدا كان من الممكن أن تأتي عليهم في سنين مستقبلية طويلة، لكنها جاءتهم مكثفة مبكرة، أي من مثل أن تأتيهم ما يشبه أعراض الشيخوخة المبكرة وأمراضها أو نحو من ذلك. أما الآية الثانية فبدأت باستخدام كلمة عام بدلا من سنة، وذلك لأن العام يستخدم في الأماكن التي لا تصلح السنة لأن تستخدم فيها. ولماذا لا يصح أن تستخدم السنة هنا؟ هل هو عدد مجازي هنا؟ لا، بل هي 100 سنة تامة حقيقية، لأنه لا توجد أي قرينة تصرفها إلى المعنى المجازي، ولكن وبما أن السنة تؤثر سلبيا في حياتنا، ومن ذلك أن الطعام والشراب يتخربان بمرور الزمن، بينما طعام هذا الرجل وشرابه لم يتأثروا بمرور 100 سنة، كان خلالها هذا الرجل ميتا، وبما أن في هذا معجزة تخالف الأثر المعتاد للسنين، لذلك استعيض عن السنة هنا بكلمة عام، أي استعمل العام هنا عند إبطال مفعول السنين. وللتأكيد على هذا المعنى استعمل الفعل يتسنه، والذي هو من الناحية اللغوية يشترك مع الكلمة سنة وسنين ونحوها بأصل واحد، وهو الجذر سنها، أي أن عبارة لم يتسنه معناها أن هذا الطعام لم يتغير كما يتغير الطعام عادة نحو الأسوأ فيفسد ويتخرب بفعل مرور الزمن. وهذا هو أول فرق يميز العام عن السنة، وهو الحالة الاستثنائية التي تخرق فيها القوانين الكونية فيتعطل مفعول الزمن فينا، ولأن إماتة هذا الرجل ثم إحياءه
والمحافظة على الطعام كما هو، وكل ما ورد في هذه الآية إنما نسب لله سبحانه، لأن الله كما أثبتنا سابقا اسمه الله تحديدا يختص بالخوارق، أي يختص بالمعجزات الحقيقية. لذلك وعلى خلاف قصة أهل الكهف، لم تشرح لنا الآيات هنا كيفية هذا الإحياء للأموات ولا كيفية الحفاظ على الطعام كل هذه الفترة، لأن هذا من اختصاص الله وحده، لأن الكلام هنا كان عن إحياء ميت، بينما في أهل الكهف فكانت عملية تنويم فقط. لكن الناس اليوم قادرون على حفظ طعمة معينة لفترات طويلة. صحيح، لكن هذه العملية البشرية تصلح لأطعمة معينة ولفترات معينة، ولها آثار جانبية تخرب بعضا من صفات هذا الطعام أو الشراب. أما أن تحفظ طعاما كما هو لمئة سنة من غير أي آثار جانبية، أي مثلا تحفظ التفاحة مئة سنة مثلا كأنك قطفتها الآن طازجة، أو تحفظ قطعة لحم من غير تجفيف وكأنك قطعتها من الحيوان الآن طازجة، فهذا لم ولن يتمكن منه البشر، فحفظهم للأطعمة اليوم يخرب شيئا من خصائصها مهما بدت لك سليمة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. استخدمت كلمة عام هنا لسببين: أولا من جهة النسبي والمطلق، فالعام يتعلق بمناسبة معينة لذلك هو نسبي، أي نسبة لموضوع معين. أما السنة فهي ذاتها بالنسبة لكل أهل الأرض، والمناسبة هنا هي أنه أتى أمر من الله وعلى نحو فريد في القرآن، ولا يتعلق إلا بمشركي ذلك العصر، وهو أن عليهم أن يرحلوا عن المسجد الحرام وإلا قتلوا، وأن لديهم مهلة إلى أن تنتهي الأشهر الحرم. كذلك الآيات تمنع دخول مشركين جدد اليوم إلى المسجد الحرام، أي تمنعهم من ممارسة طقوسهم الشركية داخله، وهذا المنع قائم إلى يومنا هذا وقد شرحناه سابقا. فكلمة عام استخدمت في هذه الآيات وأضيفت إلى المشركين، فقيل عامهم لأن المشركين هم سبب هذا الكلام وسبب هذا الموضوع، ففي سياق الكلام عنهم يعتبر هذا العام هو عامهم. أما بالنسبة لباقي أهل الأرض فربما أكثر أهل الأرض لم يكن لديهم علم بالقصة من أصلها ولا تعنيهم في شيء، لذلك وفي أجواء النسبية هذه تستخدم كلمة عام حصريا. ثانيا من جهة المقدار الدقيق، فكلمة عام نسبت إلى المشركين فقيل عامهم هذا، على الرغم من أن كلا من المناسبتين لم تستغرق السنة بكاملها، فالمهلة التي أعطيت لهم هي أربعة أشهر فقط. وكذلك منع المشركين الجدد من دخول المسجد الحرام إنما المقصود به هو موسم الحج الذي هو بضعة أشهر في السنة لا أكثر، ولا يمتد على كاملها، فخارج موسم الحج لا حاجة للمشركين لأن يحجوا إلى الكعبة. فبما أن الحديث هو عن موضوع لا يمتد على كامل السنة فسمي عام كذا وليس سنة كذا. ومن هنا أيضا سميت السنة التي حدث فيها هجوم الفيل على الكعبة بعام الفيل وليس سنة الفيل، لأن هجوم الفيل لم يمتد على السنة بكاملها، ولأن كلمة عام تضاف إلى شيء من مثل الفيل، بينما السنة فلا تضاف إلى أحد. إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كذلك هنا فمعلوم أن النسيء هو عبارة عن جزء بسيط من السنة، ولهذا سميت السنة التي يحلون فيها النسيء بالعام، وكذلك السنة التي يحرمونه فيها بالعام، لأنه حدث لا يستغرق السنة بكاملها وإنما جزءا منها. هذا من جهة، ومن جهة ثانية سمي بالعام لأن الحديث هنا هو عن مناسبة معينة تحصل خلال هذه السنة، وهي حدث النسيء، والذي يهتم به بعض الناس وليس كلهم. فالعرب عندما كان بعضهم يتلاعب بالنسيء فلم يكن هذا يؤثر على جميع أهل الأرض، بل معظمهم لم يكونوا يسمعون بهذا من أصله.
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ كذلك هنا فهؤلاء يفتنون بحادثة تحدث في السنة مرة أو مرتين، ولو كانت الحادثة تستغرق السنة بكاملها لما كان بالإمكان أن تكون هناك حادثتان في سنة واحدة. وبما أن كل حادثة لا تستغرق السنة بكاملها، لذلك سميت السنوات عند الحديث عن فتنتهم بالأعوام. كذلك لأن النظر إلى السنة في سياق هذا الحديث إنما هو من جهة موضوع الفتنة، أي لو كانوا مثلا يفتنون مرتين في سنة معينة فقط وليس في كل السنين لسمي أيضا بعام الفتنة أو عام فتنتهم، ولكن نظرا لأن هذا الموضوع يتكرر في كل سنة فلم يكن من معنى لأن يقال عام فتنتهم. قال: تزرعون سبع سنين، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بما أن الزراعة مستمرة طوال السنة، وبما أن السنوات متتالية، فسميت سبع سنين. ثم تأتي بعد هذه السنين فترة قحط، ثم يأتي الفرج. وبما أن الفرج هنا هو حديث عن مناسبة معينة، وهي الفرج على أهل مصر، أي لا يتكلم عن عدد أيام السنة، وإنما عن حدث معين سيحصل في هذه السنة، ففي سياق الحديث عن هذه المناسبة يسمى عاما. وكذلك لأنه لم يبين إن كان هذا الغوث عبارة عن أمطار تهطل في كل أيام هذه السنة، أم أن هطولها في بعضها يكفي لتحقق هذا الغوث. فمفهوم النسبية مفعم في هذه الآيات. وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هنا وبما أن مدة إرضاع المولود المدة الشرعية هي عامين، وبما أن الحمل هو عبارة عن مدة غير ثابتة وتختلف من حالة إلى أخرى، فهناك من تلد في الشهر 9 أو 8 أو 7 وهكذا. وبما أن السنتين هما 24 شهرا، وبما أنه لو أضيف لها مدة الحمل تصبح 30 شهرا، فتكون مدة الحمل هي 6 شهور. وبهذا ينتج لدينا أن من ولدت مولودها وهي في الشهر 6 من الحمل فيمكنها أن تعوضه بأن ترضعه 2 تامتين، أما من ولدته في الشهر 7 من حملها فالمدة الشرعية هي أن ترضعه 2 إلا شهرا وهكذا. أي كلما ولد الطفل متأخرا عن الشهر 6 شهرا ينقص ذلك من مدة إرضاعه شهرا أيضا. وبما أن السنتين تبين أنهما 2 نسبيتين يتغير عدد الشهور فيها بتغير موعد الولادة، لذلك كان من المستحيل أن يسميا 2، وإنما حصريا 2، لأن مواليد الشهر 7 أو 8 أو 9 لن يحصل على رضاعة لمدة 2 تامتين، وإنما أقل من ذلك. وبما أن العام يجوز إطلاقه على ما هو دون السنة من حيث المدة فسميا بالعامين. وكيف نطبق كل هذه التفاصيل المذهلة على قصة نوح؟ نوح كان من الخالدين كما أثبتنا، والمدة التي عاشها في قومه من بني البشر كانت عبارة عن 1000 سنة بلغتنا الشعبية اليوم، ولكن بما أن القرآن أكثر دقة من الكمبيوتر فلم يكن من الأمانة العلمية في النقل أن يخبرنا القرآن بأن نوحا أقام في قومه 1000 سنة ثم يسكت ويكتفي بذلك، لأن ما حدث فعليا هو أن نوحا كان في سنوات معينة يرحل عن قومه ثم يعود إليهم، من مثل أن يذهب إلى قوم آخرين ليدعوهم إلى الله، أو من مثل أن يعود إلى عالمه السماوي كالموظف الذي يأخذ إجازة كل فترة ليخفف عن نفسه الإرهاق. فما بالك بشخص يعرف جمال عالم السماوات ثم يجد نفسه حبيسا مع أهل الأرض في جسم ترابي محدود وبين أناس أكثرهم عصاة مشركون. فبغض النظر عن السبب، إلا أن المؤكد هو أن نوحا رحل عن قومه في سنوات معينة ثم عاد إليهم. وبتقسيم 1000 على 50 نستنتج أن نوحا كان بمعدل كل 20 سنة يرحل عن قومه ثم يعود إليهم. فلو كان نوح مكث في قومه مدة متصلة دون انقطاع لقال القرآن بكل بساطة أنه لبث في قومه 950 سنة،
لكن هذا لم يحدث، والأكثر من ذلك هو أنه استخدم الفعل لبث الذي يدل أيضا على استمرار دون انقطاع، فكان لابد من طريقة تعبير خاصة تعبر عن الواقع بدقة شديدة. ولو قال القرآن 1000 سنة إلا 50 سنة ألم يكن بذلك قد حل مشكلة الاستمرار، وعبر بذلك عن 950 سنة غير متتالية. كلامك صحيح، لكن هذا سيعني أيضا أن نوحا رحل عن قومه خلال 1000 سنة 50 مرة، وفي كل مرة كان يغيب عنهم سنة كاملة لا تنقص يوما واحدا ولا تزيد. وبما أن هذا لم يحدث مع نوح بهذا الشكل فلم يكن التعبير سليما، أي بما أن نوحا ترك قومه 50 مرة خلال 50 سنة متفرقة ضمن 1000 سنة المذكورة، ولكن في كل مرة كان يتركهم لمدة هي أقل بالتأكيد من سنة، لذلك سميت جميع هذه المرات 50 أعواما لتترك فسحة في المعنى، حيث بهذا لو كان نوح يترك قومه في مرة شهرا وفي مرة أسبوعا وفي مرة أخرى 7 شهور مثلا، ففي كل الأحوال كان في كل مرة يوصف تركه لهم بأنه تركهم في أحد الأعوام، فالمؤكد هو أن رحيله عنهم في كل مرة كانت مدته أقل من سنة. ولكن لو نظرنا إلى بقائه إجمالا في قومه كنظرة عامة وبلغتنا المحكية اليوم التي لا تشترط دقة كدقة القرآن العجيبة، فيمكننا أن نقول بلغتنا اليوم أن نوحا بقي في قومه 1000 سنة على وجه الإجمال. إن العقل والقلب ليسجدان خاشعين أمام عظمة القرآن ودقته، سبحان الله عما يصفون. لفضيلتك الشكر الجزيل. أعزائي المستمعين إلى حلقة مستقبلية، ندعو ربنا لكم بدوام التوفيق والنجاح، والحمد لله رب العالمين.